اهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هن، النهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض حلقات جمهوريه الدومينيكان. وجمهوريه الدومينيكان هي يعني جمهوريه بتشارك هايتي في نفس الجزيره اللي هي جزيره اسبانيولا. واول حاجه هنعملها من جمهوريه الدومينيكان هتكون كوكيز الزبده، وتاني حاجه هتكون بودينج الخبز والتوابل. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل حلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه من جمهوريه الدومينيكان اللي هي كوكيز الزبده. المقادير 2 كوب دقيق، 1 بيضه، 1 معلقه صغيره بيكنج سودا، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 3 أرباع كوب زبدة، 3 أرباع كوب سكر بني، وربع معلقة صغيرة ملح. هنحط كل المقادير الجافة مع بعض مع الزبدة في الأول. حطينا الدقيق، السكر، الملح، البيكنج باودر والزبدة، وهنخلطهم مع بعض لحد الملمس ما تقريبا يبقى ملمس رملي. وبعد كده هنضيف البيضة والفانيليا. هي العجينة بتاعتها هتبقى مفرولة شوية. هناخد جزء منها وهنشكلها. بالشكل ده هي، بس أول ما بنضغط عليها بتمسك في بعض. وطبعا هنكمل بقية الكمية كلها وهندخلها فرن على درجة حرارة 170، وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. وده بيكون شكل كوكيز الزبدة. يا رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل تاني وصفه من اول حلقه من حلقات جمهوريه الدومينيكان اللي هي بودينج الخبز والتوابل. المقادير نص كوب حليب مبخر، 3 بيضات، 3 كوب حليب مبخر، 1 معلقه صغيره قرفه، نص كوب سكر، ربع معلقه صغيره ملح، 1 معلقه صغيره فانيليا، نص معلقه صغيره جنزبيل بودره، نص معلقه صغيره قرنفل، 1 رغيف توست، وربع كوب من الزبيب الذهبي والغامق، ونص كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة. أول حاجة هنعملها هنحط الكمية الكبيرة من الحليب المبخر على النار.
هنحط معاها السكر والتوابل كلها. وأول ما يغلو هنضيف الزبدة والزبيب وهنخلط الكمية الصغيرة من اللبن المبخر مع البيض على جنب. نتأكد طبعا ان السكر داب واول ما يبتدوا يغلوا، حتى لو قبل ما تغلي بحاجة بسيطة ممكن نحط الزبدة والزبيب علشان يتشرب بالمية او بالسوائل يعني، وهنضرب البيض مع الجزء الصغير من اللبن المبخر هنحط جزء صغير هنا في الأول علشان بس البيض ما يبقاش كيردلد يعني ويتحول إلى أومليت، وهنحط العيش كله أو التوست اللي عندنا مع بقية الخليط اللي سخناه على النار. نتأكد ان العيش كله تشرب وهنحطه في القالب اللي هيدخل بيه الفرن ونحط الباقي. وهندخله الفرن بدرجة حرارة 180 وهيقعد في الفرن حوالي نص ساعة. وده القالب اللي خبزناه من قبل كده. وده بيكون شكله بعد ما بيطلع من الفرن، ويا رب يكون عجبكم. وبكده نكون خلصنا أول حلقة من حلقات جمهورية الدومينيكان، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.